السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، نحن وصلنا لعند البحث الرابع في الكيمياء اللي هو التوازن الكيميائي. مثل ما شفنا في الأبحاث السابقة كيف كان السرعة، الحرارية، النووي. هلا راح نبلش في التوازن الكيميائي. طبعا بحث التوازن من أهم الأبحاث الموجودة في الكتاب، بحث مهم جدا، وراح نشوف أنه النظري فيه نظر كله بيعتمد، ما في شيء اسمه حفظ، نحن بيعتمد انه تفهم شو راح يكون عندي. مثلا عندي العوامل المؤثره في التوازن الكيميائي حسب لو شاتولي مثل ما راح نشوف، لكن بحث التوازن بحث نظري خفيف لكن مسائله مهمه جدا جدا جدا. طيب التوازن الكيميائي، انت لما بتقول كلمه توازن كيميائي، نحن مثلا عندنا الحياه كلها مستمره بايش؟ بتوازن. إذا ما في توازن في الطبيعة أو في الحياة، ما في استمرارية للحياة. مثل عندي أنا التوازن في الطبيعة، مثلا وجد عندي القطبين المتجمد الشمالي والمتجمد الجنوبي، إن وجد القطبين ليحقق توازن في الطبيعة. طيب أنت تخيل معي أنت هالقطبين يدوبوا، مثلا يدوبني هالقطبين المتجمد الشمالي أو المتجمد الجنوبي، شو بصير عندي أنا؟ تغرق معظم القارات الموجودة، بيحصل خلل في الطبيعة. فهني وجد ليحقق توازن من خلال ثبات نسبة الجليد مع الماء. مثل عندي أنا لا سمح الله عندي شخص مريض سكر، هذا الشخص هذا ايمت بيوصل لحالة توازن السكر في جسمه؟ لما اجى الشخص هذا قاس السكر اليوم مثلا طلع معه السكر 200، بعد اسبوع 200، بعد شهر 200، بعد شهرين 200، ايش صار عنده هون؟ ثبت السكر في الجسم. لما نسبة السكر ثبتت وصل لحالة التوازن. فدائما وابدا التوازن يرفق بكلمة ثبات، بكلمة شو؟ ثبات. مثل عندي ايضا حتى ادخل على التوازن الكيميائي بشكل صح، لازم افهم شو هو التوازن الفيزيائي. يعني على الماشي نحن شو هو التوازن الفيزيائي. فعندي تجربة اسمها تجربة توازن اليود مع بخاري. توازن اليود مع بخاري، عندنا هاي أداة في المخبر اسمها أرني ماير، حطينا فيها أو نقول لها حوجلي، حطينا فيها قطعة من اليود الصلب، يود صلب، طبعا لونه بنفسجي اللون، وأحكمنا الأغلاق الأرني ماير أو الحوجلي بسدادي مطاطي، وتركناها في درجة حرارة الغرفة فترة من الزمن. لاحظنا أنه اليود صار عملية تبخر بلون بنفسجي. فالعملية اللي صارت هون عملية شو؟ تبخر. فالجزيئات اللي عم تتبخر عم تتجمع عم تتجمع وترجع شو؟ يصير عندي عملية تكاثف. تمام، ايمت منوصل نحن لحالة توازن اليود مع البخار؟ نحن عم يتبخر بلون بنفسجي، هاللون هاد مع مرور الزمن عم تزداد شدته. لما منوصل لحالة ثبات اللون، يعني ثبت عند درجة معينة، مع اللون لا يغمق لا يفتح اللون، ثبت اللون، هون بكون وصلت لحالة توازن اليود مع البخار. إذن فنصل إلى حالة التوازن الفيزيائي هون، يعني اليود مع بخاري، عند ثبات شدة اللون عند درجة معينة. عند شو؟ ثبات شدة اللون عند درجة شو؟ معينة. طيب لما ثبت اللون ووصلت لحالة توازن اليود مع البخار، هلق السؤال اللي بدنا نطرحه، هل عملية التبخر والتكاثف بتوقف؟ تبقى مستمرة، تبقى شو؟ مستمرة، لكن انت وصلت لحالة التوازن، لكن عملية التبخر والتكاثف تبقى شو؟ مستمرة، لانه دائما وابدا راح يكون انا عندي عند التوازن سرعتين متساويتان، اللي راح نسميه هذا المفهوم الحركي للتوازن. هلا هون مفهوم حركي توازن فيزيائي، شو عندي هون السرعتين؟ هون سرعة التبخر تساوي سرعة التكاثف.
فدائما قلنا التوازن يرفق بكلمة ثبات، وعند التوازن دائما عندي بكون عندي سرعتين متساويتين، مثل عندي انصهار وتجمد أيضا، مثل عندي ذوبان وترسب، كل هاي توازنات فيزيائية. توازنات شو؟ فيزيائية. حتى ندخل على التوازن الكيميائي بشكل صح أيضا لازم نعرف شيء اسمه التفاعلات العكوسية. التفاعلات شو؟ العكوسي. ما هو تعريف التفاعل العكوس؟ مثلا أنا عندي اتفاعل في درجة حرارة معينة وضغط معين الهيدروجين H2 مع اليود أعطاني يود الهيدروجين، لكن هالتفاعل تمام ما اكتمل هالتفاعل إلا لرجع يود الهيدروجين وتفكك وعطى هيدروجين ويود. فالتفاعل هون في اتجاهين، اتجاه واحد واتجاه اثنين، هذا راح نسميه اتجاه مباشر وهذا راح نسميه اتجاه عكسي. فالتفاعلات العكوسي ايش تعريفها؟ هي التفاعلات التي لا تكتمل في اتجاه واحد انما انتبه تستمر. كلمة تستمر معناتها التفاعل ما بينتهي، يبقى مستمر، تستمر باتجاهين مباشر وعكسي عند درجة حرارة وضغط معينين، عند درجة حرارة وضغط شو؟ معينين. فتعريف التفاعل العكوس هو التفاعل الذي لا يكتمل في اتجاه واحد إنما تستمر في اتجاهين. تبع علي. فالتفاعل باتجاهين مباشر وعكسي، رح نتبع نقطة هون تمام راح تفيدني لبعدين. هلا انا لما بكون التفاعل مباشر، لما بكون التفاعل شو؟ مباشر، ال H2 وال I2 هي راح تكون مواد شو؟ متفاعله. اما ال HI هو مادي ناتجي. اما لما بكون التفاعل عكسي، ال HI راح يلعب دور المتفاعل، وال H2 وال I2 شو راح يلعب دور؟ الناتج. فبنستنتج نحن المادي في التفاعل العكسي تلعب دورين حسب جهة التفاعل. يعني شوف H2 بالمباشر بيلعب دور مادي متفاعلي، وبالعكس شو بيلعب دور مادي ناتجي. فأنا ما راح يكون عندي توازن إلا إذا كان التفاعل شو؟ عكسي. التفاعل شو بده يكونوا؟ عكسي. هلق بعد ما عرفنا شو يعني مفهوم التوازن بشكل عام، كان في الطبيعة كان في الجسم كان فيزيائيا، وشو تعريف التفاعل العكوسي، بنقدر نحن هلا نوصل ونفهم شو مفهوم التوازن الكيميائي. إذن فعندي هلا مفهوم التوازن الكيميائي والمفهوم الحركة له. يعني متى نصل إلى حالة التوازن الكيميائي وشو المفهوم الحركة للتوازن الكيميائي؟ حتى نفهم التوازن الكيميائي ايمت منوصل لحال التوازن، تبع علي على هالمثال. انا مثلا عندي H2 زائد I2 اعطاني 2 HI. في البداية هون عندي انا التراكيز الابتدائي 0.3 مثلا، 0.2 هون شو بيكون؟ صفر. وراقبت التفاعل، راقبت التفاعل شو عم يصير عندي؟ تغير في التراكيز. وانا عم راقب التفاعل عم يصير تغيرات في التراكيز، فمثلا 0.2 0.1 او 0.2، لكن هالتراكيز اسا عم تتغير، يعني ما ثبتت، ما وصلنا لحد ثبات. تابعت انا هون مثلا صار بدا 0.15، هون 0.5%، هون 0.3 مثلا. يعني بعد زمن نفس التراكيز، بعد زمن نفس التراكيز، بعد زمن نفس التراكيز، ايش صار عندي انا؟ ثبتت التراكيز. شو صار عندي؟ ثبتت التراكيز. لما ثبتت التراكيز انا بكون وصلت لحالة التوازن الكيميائي، وهي التراكيز رح سميها التراكيز التوازنية. ورح نشوف المسائل انه جدول اللي راح نشكله بمسائل التوازن نفس جدول السرعة، لكن بدال بعد زمن راح نقول التراكيز التوازني، فيؤدي نصل إلى حالة التوازن
الكيمياء قامت عند ثبات. دير بالك حسك عينك تقول تساوي، لا تساوي ما عندي شيء اسمه تساوي التراكيز، عندي تساوي كتلي، كتلة المواد المتفاعلة تساوي كتلة المواد، هذا اسمه مبدأ لا قانون لافوازيه انحفاظ الكتلة. عند ثبات ايش؟ تراكيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة عند قيمة شو معينة، عند قيمة شو معينة. فنحن منه استنتجنا إذا سألك سؤال نظري مثلا متى نصل إلى حالة التوازن الكيميائي، نقول له عند ثبات تراكيز المواد المتفاعلة والناتجة عند قيمة معينة. هلق ما هو المفهوم الحركة للتوازن؟ شوف عندي ايه بتوصل لحال توازن، عندي شيء اسمه مفهوم حركة للتوازن. لما بقول انا كلمة مفهوم حركة، وين بياخذني كلمة حركة؟ على حركية، على الكيمياء الحركية، يعني على سرعة التفاعل. المفهوم الحركي اللي هو هيكون سرعة التفاعل المباشر تساوي سرعة التفاعل العكسي، يعني V1 شو بتساوي؟ V2. إذا بدنا نمثله بيانياً بيكون بهالشكل هذا. عندي هون سير التفاعل وهون محور السرعة. بهالنقطة هي شو صار عندي؟ ثبات التراكيز. هون المواد المتفاعلة وهون المواد شو؟ الناتجة. وعند هالنقطة هي شو بيكون عندي أنا؟ V1 شو بتساوي؟ V2. فنحن بنوصل لحالة التوازن عند ثبات التراكيز. شو المفهوم الحركة؟ سرعة التفاعل المباشر تساوي سرعة التفاعل العكسي. هلا بعد ما عرفنا شو التوازن الكيميائي، هلا عندي أنا أربعة فقرة هامة، تمام؟ هو استنتاج عبارة ثابت التوازن الكيميائي. السؤال بيجي على الطريقة الآتي، هو رح يكون القانون اللي رح نطبقه نحن في مسائلنا. بقول لك انطلاقا من العبارة أو المعادلة، انطلاقا من المعادلة A قوة A غاز زائد B قوة B غاز أعطاني واحد اثنين تفاعل عكسي، C قوة C غاز زائد D قوة D غاز، استنتج عبارة شو؟ كيسي. كيسي كي ثابت التوازن، سي بدلالة التراكيز. وما هو قانون فعل الكتلة؟ تبع الاستنتاج، استنتاج بسيط وسهل وجاي بدورات وسهل السؤال الحل، وراح نوصل هو القانون ثابت التوازن. قال لي انطلاقا من المعادلة A أعطى B B C C ودال دال، قال استنتج عبارة ثابت التوازن. طيب نحن قلنا عند التوازن V1 شو بتساوي؟ V2. طب علي عشان أنا لما حكيت على التفاعل العكسي قلنا المادة تلعب دورين. هون أنا لما بيكون التفاعل مباشر الـ A والـ B متفاعل والـ C والدال ناتج، اما لما بيكون التفاعل عكسي الس والدال هي المتفاعله والآ والبي شو بكون هي متناتجه. مشان هلق نحن لما نكتب عباره السرعه ما تحط بعقلك انه والله شو كيف دخلت ماده ناتجه بعباره السرعه، لا هي بكون متفاعله بالعكس. ففي واحد هي عباره عن كي واحد آ قوة آ بي قوة بي ويساوي كي اثنين سي قوة سي دال قوة دال. هلق حسب خواص التناسب كي واحد على كي اثنين ايش بيساوي؟ سي قوة سي دال قوة دال آ قوة آ بي قوة بي، تمام؟ لكن كي واحد على كي اثنين هي نسبة شو؟ ثابتين، راح نرمز له هو كي سي. سي قوة سي
دال قوي دال آ قوي آ ب قوي ب. كون انتهى الاستنتاج ووصلنا لعبارة ثابت التوازن. طيب شو استنتجنا عبارة ثابت التوازن؟ هي عبارة عن الناتج على المتفاعل، يعني تراكيز المواد الناتج على تراكيز المواد المتفاعل مرفوعة إلى أس، هي الأمثال التفاعلي. طيب أنا قل لي وما هو قانون فعل الكتلة؟ وقف الطالب. قانون فعل الكتلة، أنا أقرأ العبارة قراءة لك يا سي، منقول ثابت التوازن بدلالة التراكيز يساوي نسبة جداء تراكيز المواد الناتج مرفوعة إلى أس، هي الأمثال التفاعلي، على جداء تراكيز المواد المتفاعلة مرفوعة إلى أس، هي الأمثال التفاعلي. فهذا عبارة عن قانون كيسي واللي راح نطبقه نحن في مسائلنا. أيضا عندي هون ملاحظة، أنا مثل ما أخذناها في بحث السرعة، المواد الصلبة والماء السائل أيضا لا تدخل في عبارة ثابت التوازن. ليش؟ لأن تركيزها يبقى شو؟ ثابت. لأن تركيزها يبقى شو؟ ثابت. فوصلنا هنا أنه كيسي الناتج على المتفاعلي مرفوع على أس، هي الأمثال التفاعلي. وقلنا الملاحظة، لكن كتبنا الأخوان المواد الصلبي والماء السائل لا تدخل في عبارة كيسي، نفس مثل ما حكينا بالسرعة، لأن تركيزها يبقى شو؟ ثابت. لأن تركيزها يبقى ثابت. أيضا نفس عنا كيسي بداية التراكيز عنا كي بي، ثابت التوازن بدلالة الضغوط الجزيئية. بدلالة الضغوط هو طبعا حصرا للغازات. هلا انت بكيسي ثابت التوازن بدلالة التراكيز، بيدخل عندك الغاز وبيدخل عندك الاكيو المحلول المنحل. اما بكيبي حصرا للغازات، ليش؟ لان الغازات هي الوحيدة القابلة لايش؟ للانضغاط. فمتى عندنا هالمثال هذا؟ كمان ايضا قانون كي بي هو الناتج على المتفاعل، نفس المبدا، ثابت اخر شيء كي ثابت توازن، كان تراكيز كان ضغوط. عندنا لدينا التفاعل المتوازن الاتي، ان 2 غاز زائد 3 اتش 2 غاز بيعطيني 2 ان اتش 3 غاز. قال لي اكتب عباره كسؤال نظري، مثلا عباره كل من كي سي وكي بي. فانت عندك كي سي شو بتساوي؟ الناتج على المتفاعل. تنتبه على الحالات الفيزيائيه، لكن هون كله غاز بيدخل كله. الناتج ان اتش 3 مرفوع الى اس الامثال على المتفاعلي ان 2 في اتش 2 ايضا قوي 3. وكي بي على نفس المبدا، لكن بدل من التراكيز بدلاله الضغوط. فضغط ان اتش 3 قوي 2 على ضغط ان 2 في ضغط اتش 2 قوي شو؟ 3. هي اسمها ضغوط جزيئية، ضغوط جزيئية. إذا فكي سي ولا كي بي الناتج على المتفاعلي مرفوع إلى أس، هي الأمثال التفاعلي. طيب أنا في المسألة رح يكون عندي حساب التراكيز عند التوازن. بنحسب التراكيز إما من قانون سي تساوي إن على في مثل ما رح نشوف بالمسائل، أو من الجدول. لكن كيف نحسب الضغوط الجزيئية؟ هلا طلبات المسألة، الطلب الأول إما بيكون الطلب الأول كي سي، الطلب الثاني كي بي، أو الطلب الأول كي بي والطلب الثاني كي سي. أنت تعلم دائما وأبدا ما بصير تحل طلب قبل طلب. الترتيب في حل الطلبات في المسائل بشكل عام بأي مادة كانت. طيب التراكيز عرفنا كيف نحسبها مثل ما راح نشوف بالمسائل، لكن أنا عندي كيف نحسب الضغوط. إذن كيف نحسب الضغوط الجزيئية؟ من علاقة اسمه قانون أخذناه بصف العاشر، هو قانون الغازات العامي المثالي. بي في في يساوي ان ار تي، هذا قانون الغازات العامي، قانون الغازات العامي. البي ايش هو؟ البي الضغط، والفي ايش هو؟ الحجم، والان عدد المولات التوازنية. شو يعني توازنية؟ نوصل للمسائل نعرف شو يعني توازنية وشو يعني ابتدائي. الار هو ثابت الغازات العامة،
ودي درجة الحرارة لكن شو المطلقة يعني بالكلفن. عندي ملاحظة، واحد كلفن ايش بيساوي؟ سلسيوس زائد 270 73. مثل ما مر معنا هذا في بحث الحراري، قلنا الكلفن مطلقة يساوي درجة مئوية زائد 273. طيب من هالعلاقة هاي يؤدي البي شو بيساوي؟ ان ار تي على في. من هاي العلاقة نحن بنقدر نحسب الضغوط الجزيئية. يعني مثلا عندي انا ضغط ان اتش 3 وضغط ان 2 وضغط اتش 2، الفي والار والتي بكون قيمتين ثابتي للمواد الثلاثة، لكن شو بتختلف كل مادة ضغط مادي عن الاخرى؟ بعدد المولات. بايش؟ بعدد المولات. طبعا قيمة الار هو بيعطيك اياها لكن هي قيمتها 0.082 لتر اتموسفير مول ناقص واحد كلفن ناقص واحد. هو بيعطيك هالقيمة هاي القيمة الثابتة، وبيعطيك ايضا درجة الحرارة. اذا فهمنا هالعلاقة انا بقدر احسب شو؟ الضغوط الجزيئية. فبحسب ضغط المادة الاولى وضغط المادة الثانية وضغط المادة الثالثة وبعوض بكي بي. طبعا هالكلام هذا لما يكون هو الطلب الاول كي بي، لما يكون الطلب الاول كي سي، كي سي على القانون. هلق انا الطلب الاول اما كي سي او كي بي، الطلب الثاني بيكون يا كي سي يا كي بي حسب الطلب الاول. بس حسبت انا كي سي او كي بي، عندي علاقة هلق رح ناخدها بتربط بين كي سي وكي بي. يعني انا حسبت كي سي مباشرة عندي علاقة بقدر احسب منها كي بي مباشرة، حسبت كي بي عندي علاقة نفسها نحسب مباشرة منها كي سي. فما هي العلاقة التي تربط بين كي بي وكي سي؟ العلاقة هي كي بي يساوي كي سي ار تي قوة دلتا ان. كي سي ار تي قوة شو؟ دلتا ان. طبعا الار والتي صرنا نعرفين، لكن دلتا ان ايش هو؟ هو عبارة عن ان 2 ناقص ان 1، يعني هي من المعادلة. عدد المولات الناتجة ناقص عدد المولات شو؟ المتفاعلة. فمثلا مثالنا هذا الدلتا ان شو بيساوي؟ الناتج ناقص شو؟ المتفاعل. ايش قد الناتج؟ 2 ناقص المتفاعل 3 و 1 4 شو بيساوي؟ ناقص 2 مول. ناقص 2 مول. فانا اذا بدي اكتب علاقه بتربط بين كي سي وكي بي، شو بقول هون؟ كي بي شو بتساوي؟ كي سي ار تي قوي ناقص 2. قوي شو؟ ناقص 2. فانا اذا كان طلب الاول كي سي مباشره بحسب كي بي من العلاقه، وإذا كان الطلب الأول كي بي مباشرة بحسب كي سي من العلاقة اللي بتربط بين كي سي وكي بي. طيب من خلال العلاقة هاي سؤال، متى كي بي تساوي الكي سي؟ يعني إيمت كي بي رح تساوي كي سي؟ أنا أي عدد قوة شقد لحتى يطلع معي واحد؟ عدد قوة صفر. عدد شو قوة؟ صفر. فكي بي تساوي كي سي عندما دلتا ان شو بتساوي؟ صفر مول. يعني عدد المولات متساوي بالطرفين. يعني مثل المثال هذا اتش 2 زائد اي 2 اعطاني 2 اتش اي، ايش قد المولات هون؟ 2. ايش قد المولات هون؟ 2. فدلتا ان 2 ناقص 2 شو بيساوي؟ صفر مول. شو بيساوي؟ صفر مول. فهون كي بي شو بتساوي؟ كي سي. فبيجيك الطلب ما قيمة كي بي ولماذا؟ لما بقول لك ما قيمة، معناتها طلب استنتاجه. وقت بكون عندك انت كي بي تساوي شو؟ كي سي. فصار واضح شو هو كي سي بداية التراكيز، وكي بي وبداية الضغوط. طبعا هن ثوابت ترموديناميكية ليس لها واحدة. راح اعطي مثال اخر مثلا عن علاقات كي سي وكي بي. قال لي لدينا التفاعل المتوازي، مثلا عندي سي او صلب زائد سي او 2 غاز، عطاني سي ا سي او 3 صلب. قال لي اكتب كي سي وكي بي. ننتبه نحن على الحالات الفيزيائية. هون السي ا او صلب والسي ا سي او 3 صلب، مين بدخل فقط؟ السي او 2.
طيب كي سي شو بتساوي هون؟ الناتج ما بدخل شيء، فشو بنحط هنا؟ واحد على شو؟ سي او 2. وايضا الكي بي شو بتساوي؟ واحد على بي سي او 2. مثال اخر، متى عندي هالمعادله هي؟ اف اي 3 او 4 صلب زائد 4 اتش 2 غاز اعطاني 3 اف اي صلب زائد 4 اتش 2 او بخار. اكتب كي سي وكي بي، لاحظ هون شو بدخل بس؟ اتش 2 او واتش 2، اما اف اي 3 او 4 صلب واف اي صلب، فالكي سي تساوي اتش 2 او قوي الامثال على اتش 2 قوي الامثال، فاصل الكي بي شو بتساوي؟ ب اتش 2 او قوي 4 على ب اتش 2 قوي 4. فانا بنتبه على الحالات الفيزيائيه، بنتبه على الحالات الفيزيائيه مشان انا، هو الطلب بسيط وسؤال بسيط، لكن اذا ما انتبهت انت خسرت علاقتك هون. اي خطا في العلاقه تخسر العلاقه، ما فيها تجزيء للعلامه، ما فيها تجزيء للعلامه. فنحن بنتبه على الحالات الفيزيائيه. عندي انا هون فقر هيك نظرية على الماشي باحتمال أخطر إجابة صحيحة، أهمية ثابت التوازن. كنا رح نكتب حالات، إذا كان كي سي أكبر من الواحد هون يميل التفاعل إلى الاتجاه المباشر. يعني ببساطة نحن بنطلع إذا كان أكبر من الواحد يميل التفاعل الاتجاه المباشر اكثر من العكسي. اثنين، اذا كان كيسي اصغر من الواحد لا يميل التفاعل الى الاتجاه المباشر، يعني ما بميل الى المباشر، بميل على العكسي اكثر من المباشر. ثلاثة، اذا كان كيسي اكبر من 10 قوة 3، يعني اكبر من 1000، اكبر شو؟ من 1000، يتجه التفاعل بالاتجاه المباشر. اخر شيء عندي انا، اذا كان كي سي اصغر من 10 قوة ناقص 3 لا يتجه التفاعل بالاتجاه المباشر، يعني ما بيتجه على المباشر، بيتجه التفاعل على الاتجاه العكسي. هاي اخر فقرة رح ناخذها في درسنا اليوم اللي هي اهمية ثابت شو؟ التوازن. في الدرس القادم رح نتابع في العوامل المؤثرة في ثابت التوازن الكيميائي، وهي اللي هي فقرة مهمة جدا جدا جدا، ملاحظ كل الدورات دائما موجود منها، وفقرة ممتعة جدا، لكن شوي في الدرس القادم إن شاء الله.